شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي فعاليات الاحتفالية التي أقيمت بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمناسبة العيد الوطني 52 لسلطنة عمان ومرور 50 عاما على بدء العلاقات المصرية العمانية. وخلال كلمته دعا رئيس مجلس الوزراء الحكوميين وغير الحكوميين إلى اعتبار هذا الاحتفال بمثابة نقطة انطلاق لمسار جديد تخطو فيه العلاقات والاقتصاد الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق جديدة لتعزيز الاستثمارات المشتركة وزيادة التجارة والتعاون في المشروعات الاستراتيجية وقطاعات النقل والخدمات المالية وغيرها من المجالات.